تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت في دائرة المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة 16 من ملتقى الشارقة للسرد الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة. حضر حفل الافتتاح سعادة عبد الله العويس رئيس الدائرة، ومعالي الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة الأردني، ومحمد القصير مدير دائرة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير ملتقى الشارقة للسرد. العاصمة الأردنية عمان تفتح ذراعيها لضيف ثقافي وأدبي جاب العديد من العواصم العربية، وهو ملتقى الشارقة للسرد الذي انطلقت فعاليات دورته 16 بحضور أدباء ومثقفين من مختلف الدول العربية. أتشرف في هذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق، حيث أراد سموه أن ينطلق ملتقى الشارقة للسرد إلى محيطه العربي تقديراً للكتاب والأدباء العرب وتعبيراً عن أهمية الإبداع السردي في الثقافة العربية ودوره في إنتاج ذائقة أدبية تعزز روافد الثقافة العربية. من جهته رحب معالي الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة الأردني بضيوف ملتقى الشارقة للسرد، وأشاد معاليه بجهود حاكم الشارقة في دعم الحراك الثقافي العربي وكيف أصبحت الشارقة تصدر الثقافة العربية في الوطن العربي. الحديث عن دور الشارقة اليوم في عمارة الشارقة في العالم العربي دور ملحوظ وكبير، ونحن في الأردن نلمس هذا الدور في كثير من الفعاليات. اليوم نحن في ملتقى الشارقة للسرد، قبل أيام كنا نستقبل وفد الهيئة العربية للمسرح نوقع معهم اتفاقية، وقبلها كنا في مهرجان رمل الذي ترعاه الهيئة العربية للمسرح، وهنالك المهرجان المسرح العربي قادم. ففي كل مكان هنالك واضح بصمات كبيرة ومهمة لإمارة الشارقة في المشهد الثقافي العربي. هذه هي المرة الأولى أنا مدعو من ناحية الملتقى، ويشرفني أن أحضر لأن أتابع الساحة الثقافية العربية وخاصة في ميدان السرد، هذا تخصصي في ميدان الرواية العربية، وأتابع أيضا يعني التداعيات الإيجابية للجهد المبذول من ناحية الشارقة. هذا اللقاء الكبير أنا بعتقد هو أنه لأول مرة تنتقل النشاطات التي تدعمها بلد ما إلى عواصم أخرى، ولذلك يعني أنا أحس أنها هي تحية هذه المرة للساحة الأردنية كما كانت تحية للساحة المصرية أو المغربية أو أي ساحة يمكن أن ينتقل إلها المؤتمر. وهذه ظاهرة جديدة أن يذهب المؤتمر أن يكون مؤتمرا متحركا لا مؤتمرا ثابتا، وأنا أعتقد هذا يعزز ويعطي الكثير من الدفق والفعالية الإبداعية وعلى مستوى الحضور أيضا. أنا أيضا أتيت من أوروبا وأعيش في أوروبا منذ فترة طويلة، أحب يعني أن نبرز أو ندخل هذا الجانب المهم من الترجمة ومن الكتابة الأدبية والكتابة الروائية الموجودة في الغرب والترجمات التي تترجم، وأنتم في الشارقة لكم باع طويل في الترجمة وفي التواصل مع دول أوروبا منذ وقت طويل جدا. يحمل الحدث السردي عنوان الرواية التفاعلية الماهية والخصائص، ويشمل 5 محاور أساسية للمقاربة والتحليل النقدي يناقشها على مدى 3 أيام أكثر من 50 مبدعا من أدباء إماراتيين وعرب ومستعربين. بعد أن جاب العديد من العواصم العربية، ها هو ملتقى الشارقة للسرد يحل ضيفا في العاصمة الأردنية عمان. لأخبار دار محمد الجنيدي من المملكة الأردنية الهاشمية.